السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم كيجي بسرعة من بعد البلاغ الصادر عن وزارة التربية الوطنية، التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اللي كتقول فيه بأنه بالنسبة للمدارس العليا لينسيجي لينسا لينسام لينساد، هادو كاملين غادي يعتمدوا واحد المنصة رقمية في الانتقال اللي مسميه توجيهي، بدلا من الانتقال الاولي والمباراه الكتابيه اللي كان معمول بها شحال هادي. سيتادير ما غيبقاش اننا كنساينو الانتقال الاولي زائد المباراه الكتابيه باش ندخلوا لهاد المعاهد اللي محدوده الاستقطاب. يعني شنو غيوقع؟ الوزاره غتخصص واحد المنصه رقميه اللي مسميه توجيهي اللي باقا ما تحلتش لحد الساعه، غتحل حتى من بعد. دونك هذه المنصه الرقميه شنو غادي يكون الغرض منها؟ انه غادي يسجلوا فيها الناس ديال البكالوريا 2020، يعني نتوما اللي عندهم الباك هذا العام. لحد الساعه باقي ما بينش شنو المعايير اللي غادي يعتمدوا في هذا الانتقال الاولي، يعني في هذا الانتقاء بناء على هذه المنصه، يعني بناء على ماذا غادي يتم هذا الانتقاء؟ يعني واش الامتحان الوطني، واش لا نوت جينيرال ديال البكالوريا، واش مهم بزاف ديال التساؤلات اللي باقي ما واضحينش. حيت الا مشاو وداروا مثلا النقطه ديال البكالوريا غادي يكون ضرب في مبدا تكافؤ الفرص، كما شفت بزاف ديال التعاليق ديال التلاميذ ديال البكالوريا، وعبروا على السخط ديالهم على هذا القرار. لماذا؟ لانه كيبان بانه ظالم في حق التلاميذ المدرسة العمومية. دونك بزاف ديال التساؤلات باقي ما واضحينش بناء على هذا البلاغ، لكن ممكن مقبلاتكم داير في الفيسبوك. وانا كنشوف واحد المنشور ديال الجيلة الاخضر، هو موظف في المديرية الاقليمية على ما اظن بمديونة الدار البيضاء، وهو صديق الوزير تعيد امزازي. شنو قال؟ التدوينة هي غادي نبينها لكم هنا. قال بأنه الوزارة كتشبث مبدأ تكافؤ الفرص، وأنها غتعتمد في الدخول ديال هاد المدارس العليا أو في هاد المنصة الرقمية اللي قلنا توجيهي، غتعتمد ماذا؟ غتعتمد 75% من نقطة الوطني و 25% من نقطة ديال الجهوي. داكوغ؟ دونك باش هاد المنصة الرقمية تنتقي التلاميذ اللي غادي يدرسوا إن شاء الله في المدارس العليا الموسم الدراسي المقبل ان شاء الله، دونك غتعتمد دائما على لسان الجيل الاخضر انه غتعتمد على 75% نقطه الوطني و 25% نقطه الجهوي. دونك الان انتم ما عليكم الا انكم تزيدوا التابرو وتزيدوا الدمرو في الحفاظه ديالكم في المراجعه ديالكم، وما تيأسوش، وخليكم دائما متشبتين بالحلم ديالكم، وخليكم دائما واثقين في الاحلام ديالكم. كما كنقول لكم دائما، ديروا جهدكم وربي غادي يسهل عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.